السلام الله عليكم. في فيديو جديد كما كتشوفوا معنا جبنا لكم اكلا دير اكلا وايت. بالنسبه لهاد اكلا دي مادي صراحه درت واحد الضجه كبيره على موقع التواصل الاجتماعي، يعني الناس تطرحوا بزاف الاسئله، يعني فين ممكن نلقاو البرولوي. اما بالنسبه للبرولوي كيتواجد في جميع الصيدليات وكذلك جميع اللي شبه الصيدليه لي بارافارماسي. بالنسبه لهذا البرودوي هذا فالثمن ديالو، يعني قبل ما نقول الثمن غادي نقول لكم بعض الخصائص اللي ديجا ذكرتها في الفيديو. هاد اكلادير اكلا وايت كتصالح لجميع انواع البشره، سواء البشره الجافه ولا الدهنيه وكذلك الحساسه. اكلادير اكلا وايت صراحه جبت واحد البرودوي اللي كينقي البشره ديالك من التصبغات اللي كيحيدهم، وكيعطيك واحد اكليرسي سونتر كما كتشوفوا. هذا هو المنتوج، منتوج صراحة اللي واعر، اللي يعني كيصفي الوجه، كيحيد التصبغات، كيحيد النمش، كيحيد داك الكلف، سواء الكلف القديم ولا الجديد فكيحيدو. فالفوليوم ديالو كما كتشوفوا فيه 40 مليليتر كما كتشوفوا في الفيديو. هذا هو المنتوج. فهاد اكلاديرم هادي صراحة الناس اللي جربوها وكنجيبوها للناس سير كوموند عجبهم البرودوي كيستحق التجربة، البرودوي كيستحق يعني الناس اللي كتعاني من هاد ليطاش من هاد جميع انواع التصبغات يستعملوا هاد البرودوي هذا، فهو زوين افيكاس. هاد المنتوج هذا ديال اكلاديرم اكلا وايت قبل يعني ما تستعملوه ضروري تنطويو لابو ديالكم، البشرة تكون نقية، استعمال يكون يومي فقط بالليل. هاد الإكلا ديرم إكلا وايت صراحة كيعطيك واحد الإكليرسيسونت أعصاب البشرة ديالك، كيخليها واحد النضارة اللي هي زوينة، كيحيد التصبغات، كيحيد الكلف، كيحيد النمش. فبالنسبة للبري ديالو كل واحد كيفاش تيقول البري، ما بين 240 حتى 250 درهم. فبالنسبه لهاد اكلادير ميكلا وايت ما فيش بارابين، ما فيش بارفان، ما فيش دوك المواد بحال الكول، ما فيش رائحه بتاتا. كما قلت لكم يستعملوها حتى الناس اللي عندهم لابو ديالهم سونسيبل الحساسه، ديما البشره اللي هي حساسه ما كتستحملش الرائحه، ما كتستحملش البارابين ولا الكول، يقدر كتجي الحكه وشحال من حاجه. ولكن بالنسبه لهاد الاكلا ديال مكلاوي صراحه دايرتها شركه متخصصه في جميع يعني انواع البشره، يعني استعملوها. هذا ما كان هذا هو الافونتاج اللي فيها، ويعني متى كتبان النتيجه، متى تقريبا النتيجه كتبان في الاسبوع عين، يعني الاسبوع يعني 15 يوم تقريبا كان جو كتبان النتيجه. هذا ما كان صراحة درت ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، كلشي كيشكروها، يعني بما أن البرودوي كلشي كيشكروه الناس، هذا دليل على أنه برودوي مزيان، منتوج مزيان، وديال الشركة يعني مزيانة. هذا ما كان بالنسبة لهاد إكلادير إكلا وايت. صراحة يعني سواء حتى الكلف مثلا اللي كان جديد، يعني راه كيحيدو، كيحيد حتى يعني دوك التصبغات اللي كدير لينا الشمس، فكيحيدهم هذا الكلادير ميكلا وايت. هذا المنتوج هذا فهو واحد المنتوج اللي هو طبي صراحة، اللي يعني مزيان على البشرة، ينفعو يعني الناس تستعملو، يلقاو فيه واحد الفعالية، نقاو ليهم البشرة ديالهم. يعني هذا دليل على ان المنتوج مزيان. فيه كذلك السيد ديالورونيك اللي كينقي لنا البشره ديالنا، اللي كيمنع دوك التصبغات باش ترجع. فيه يعني مواد، فيه لا فيتامين سي اللي كتفتح لنا البشره ديالها، كتعطيها واحد النضاره اللي هي مزيانه. وفي نفس الوقت انا هذا المنتوج هذا ديال اكلاديرم اكلا وايت فيه مواد يعني مزيانه بحال الترطيب، يعني ما غاديش ينشف لك لابو ديالك. وكذلك صالح البشره اللي هي جافه،
حيت البشرة اللي كانت جافة كتعرض للهالة السوداء، كتعلل التجاعيد، كتعرض لبزاف ديال المسائل ديال البشرة. فعني نستعملوا هاد الإكلا دير ميكلاويت صراحة، حيت ديما كندير دي فيديو، حيت ديجا درت دي فيديو على هاد البرودوي ولا هاد المنتوج. ديك الساعات ما كانش في ستوك، يعني كندير غير مينياتور كنهضر عليه، ولكن دابا جات الفرصة. هذا هو المنتوج، باش الناس ما تقولوش يعني ما كاينش البرودوي في القهوة، تيكون في البار فارماسي وكذلك لي فارماسي. هذا هو المنتوج في 40 مليليتر، الثمن يعني ماشي قضية قليل يعني في الفوليوم ديالو، ولكن عنده فعالية زوينة كما كتشوفوا، فعالية مزيانة. داكشي علاش الناس يعني لقاو فيه واحد الإقبال، واحد صراحة واحد الفعالية. هذا ما كان المهم، اللي بغى البرودوي ياخده في البارافارماسي بثمن تيكون مناسب، الثمن تيكون ريزونابل. هادشي اللي كاين، حتى اللي خديتي واحد المنتوج اللي هو موثوق، ودي ديجا يعني الناس جربوه. هذا ما كان، هادو هما يعني المعلومات اللي ذكرنا في الفيديو. هذا ما كان، اللي عنده اي تدخل، اي اضافة اكتبها لينا في الكومنتار، حنا غادي نتواصل معاه شخصيا. هذا ما كان، تبارك الله عليكم. تفرقنا بين المنتوجات اللي هما ديال لي طاش وديال لي كونتور ديزيو وبزاف ديال المسائل، وكذلك يعني البنات ولا العيالات اللي كيعانيو من البشرة ديالهم يعني مقداش توحيد اللون، فهذا فيه لا فيتامين سي، فيه اسيد هيالورونيك اللي كيوحد لينا اللون ديالنا، وكيمنع دوك التصبغات باش تجينا، وكينقي البشرة ديالنا، فهذا يعني مزيان ليهم صراحة. وكما قلت لكم هذا ايكلاديو ميكلاويت، يعني ديجا يعني البروفي راه موجود شحال هادي، غير دابا يعني الناس اللي استعملوه عاوتاني لقاو واحد الاقبال مزيان. هذا ما كان، هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لهذا المنتوج هذا، المهم كما قلت لكم، بالنسبه يعني اي منتوج سواء ديال لي طاش و تي طاش ديال التصبغات ديال توحيد اللون، يعني ضروري من الاستعمال ديال الواقي الشمس على حسب البشره ديالك، حيت الا ما كديرش اكرون سولير يعني بحال ما كدير والو، حيت البشره ديالك حيت انت كتعالج ولا انت كتعالجي واحد المشكل ديال ليطاش.